السلام عليكم، صباح الخير. النهارده ان شاء الله معانا عربيه جولف 7 على مكنه 1400 فتيس 7 غيار. العربيه جايه لنا على ونش هي فيها بورده فتيس، هنغيرها ان شاء الله ونكودها ونظبط الدنيا. تعالى اوريكم بس مسجله ايه وبتسجل ايه في التابلوه. طبعا العربيه لا بتدور ولا بتمشي، تعالى اوريكم. دي العربيه ايه جولف 7، انا اوريكم مسجله على الجهاز. المفتاح فين؟ شوفها اول ما نفتح كونتاكت. جير بوكس فولتي وركشوب، طبعا العربية مش بتدور. تعال نشوف بقى مسجلة اهو. كنترول، شفت العطل التاني؟ كنترول مديول بيرفورمانس امبلسبل. ده كده كنت بوردة فتيس على طول، والعطل الاولاني برضو بوردة فتيس. فهنغير البوردة ان شاء الله ونجرب كده ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالوا يلا نغير البوردة مع بعض ونشوف هنعمل فيها ايه كده، واحدة واحدة كده لحد ما نخلصها ان شاء الله وتدور وتمشي بإذن الله. يلا يلا. اول حاجة عملنا اللافيهات دي وركبنا دي عشان لما نيجي نطلع الميكا برضو ما تدورش هنا كده، ماشي. بعد كده هنحل الخصة اللي فوق دي، نطلع الفيشة، بعد كده هنحل كل المسامير النجمة دي، تلاقي الميكا معانا قدام. وما ننساش الحساس ده عشان بيتكسر. نزلنا المية والكوعة عشان نعرف نطلع الجسم كده، ماشي. فكنا الفيشة، فكنا الخوصه اللي فوق دي كانت راكبه هنا. عملنا اللافيهات خلاص كده، هنشيل الحساس وبعد كده هنفك المسامير النجمه 45 دي ونطلع الجسم ان شاء الله. فكينا كل المسامير، لحظه الحساس
طبعا الفتيس اهو من جوه، فتيس مانيوال عادي خالص، عشان انور لكم النور. فتيس مانيوال عادي خالص بدائي جدا، هي كل الفكرة في بنت اللذينة اللي هناك ده. هنرجع بقى على اللافيهات، ونرجع على كل حاجة هنا، ونمسح المغناطيسات ونروق الحتة، وبعدين عشان ايه نجهزها للتقفيل. ده الجسم بقى اهو، هنبدأ نصفي منه الزيت، الزيت بتاع الجسم، وبعدين نطلع البوردة، وبعدين نكود البوردة الجديدة، وبعدين نركب كل حاجة على نظافة ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين نزلنا الزيت، الزيت اهو، وفكينا البوردة، نراجع اهم حاجة على في هنا بيبقى ال سي، نراجع عليه لازم نلاقيه كويس، نشوف الالسيات برضو هنا لازم نراجع عليها في البوردة الجديدة. هناخد البوردة القديمة نكودها، ننقل السوفت وير من هنا لهنا علشان العربية تدور، لان ما ينفعش العربية دي تركب، لان دي جولف 7، ما ينفعش اركب البوردة والعربية تدور، لازم انقل الموبلايزر اللي على البوردة دي على البوردة التانية. ماشي، تعالى نروح نكود ونكمل ان شاء الله. بننقل السوفت وير هنا، بنبدل السوفت وير من القديمة للجديدة علشان الموبلايزر، عشان العربية تدور. هتخلص وان شاء الله نكمل تركيب. دي البوردة الجديدة اهي، نبدأ نقفلها، نتأكد على ان الصوابع كلها سليمة، ونبدأ نقفل الجوانات، كله موجود، الرسي الصغير كله موجود. نقفل بقى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فك الطبة دي علشان ننزل نحط منها الزيت، ولازم نشيل دي علشان تاخد نفس. نبدأ بقى نحط الزيت في الجسم. طبعا انا مش عارف احطه واصور في نفس الوقت والكلام ده، فانا هقفل لحد ما اخلص وبعدين ارجع لكم. يعني ركبنا البوردة، حطينا الزيت، هنقفل الطبة دلوقتي، نقفل الطبة ونقفل النفس، نقفل الطبة ونقفل النفس. ماشي، وبعدين نركب الجسم جوه العربية، وان شاء الله العربية تدور وتبقى تمام بإذن الله. نعم رأيك. نخش بقى ندور العربية ان شاء الله، ونعمل بيزك ونتاكد ان كل حاجه تمام، وبعدين نحط الميه، وبعدين نحط الزيت، وبعدين نطلع نجرب بقى ان شاء الله. لو الدنيا تمام والعربيه دارت وقبل البيزك، نبدا نكمل شغل ان شاء الله. يلا بينا ندخل العربيه ندور ونشوف ايه اللي هيحصل، ونعمل بيزك باذن الله. دخلنا جوه العربيه، بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة اللي كانت بتيجي ما جاتش تاني، اللي بتاعت ترانسميشن فيليور دي، ولا ترانسميشن مالفانكشن. جميل، هندور بقى بسم الله. الحمد لله رب العالمين، العربية دارت. طبعا المية نقصت علشان احنا شايلين المية، فده طبيعي عادي مش مشكلة. هنبطل العربية دلوقتي ونروح نعمل بيزك ونشوف ايه اللي هيحصل. ان شاء الله تقبل، ان شاء الله تبقى زي الفل.
صباح الفل. طبعا انا عارف ان احنا بقالي يومين او ثلاثة مثلا مستني العربية، كنت بعمل فيها شوية شغل، تعالى اوريكم عليها. احنا كنا واقفين على اني بدور والعربية دارت ساعتها، بس ما كملناش البيزك لان كان جات لي شغل انا كده، فقمت نزلت عملتها وبتاع. تعالى اوريكم دلوقتي العربية قبلت البيزك وعملت كل حاجة وقفلنا وخلصنا كل دنيتنا. تعالى افرجكم عليها. دي العربية اهي بعد ما خلصت. طبعا الماتور نظفته من كل حتة، شايفين بقى شكله عامل ازاي ما شاء الله. وده البيزك قبل والدنيا تمام. وده كان فيديو تغيير بوردة الفتيس بتاعت الجولف 7 وتكويدها وعمل اللازم فيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، استناني فيديوهات جديدة. وشوف وقول لي في الكومنتات النوع ده من الفيديوهات احسن ولا اللي انا كنت بعمله احسن، اللي هو الشرح والكلام ده. يلا، السلام عليكم.